يا زين شم النسيم في دارنا في بلدنا، يا زين شم النسيم حياكم الله مشاهدينا في برنامجكم الأسبوعي جعله مبارك، واللي مبارك لجميع المعرسين في هذه الليلة نقول لهم جعله مبارك والله يتمم على خير. تابعونا وبتشوفون أفراحكم ومناسباتكم الطيبة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، الليلة متواجدين معكم من خلال برنامج جعله مبارك في زواج السيد حمد بن محمد الشهواني الهاجري، ونقول له جعله مبارك. جعله مبارك اخوي محمد. الله يبارك عمرك ان شاء الله، البال العزبية ان شاء الله. واقول يعني العرس مثل ما يقولون نص الدين، يعني العرس شيء طيب يعني، الحمد لله على كل حال. بيض الله وجهك. وجهك ابيض ان شاء الله. والله التهنئة واصلة للجميع اللي شرفونا هنا، يا مرحبا بهم في ذا العرس المبارك، وارجو لهم الاستمتاع في ذا العرس ان شاء الله. نحب نبارك حق العرس الأخ، ونقول لها الله يبارك لك ومنك المال ومن هالعيال، ونحاب نشكر اللي قاموا وبنوا الغاعة هذه، أنا صراحة شيء جميل. هني أخونا أبو حمد على زواج نجده حمد، ونقول له المبروك، ونتمنى لنا التوفيق إن شاء الله، وبالتوفيق رب العالمين. ونشكركم كقناة الريان كتغطية، ولكم جزيل الشكر. يا حمد نادي العديد، يا سيفنا لا
مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم من خلال برنامج جعله مبارك. الليله متواجدين في افراح الاخر، ونقول لهم جعله مبارك، مساك الله بالخير، ونقول جزاك مبارك. الله يبارك لك، والله يمسيكم بالخير والنور، والله يسعدكم ويحييكم. الله يبقيك. الليله ان شاء الله ليله العمر وليله لا تنسى. وش الكلمه اللي ودك توجهها لاخوانك المشاهدين؟ الله يديم افراحنا وافراحكم جميعا. جزاك الله خير. وجابر شو نقول؟ الله يبارك في ايامكم، والله يرحم والديكم. والكلمه اللي بقولها شعور ما اقدر يعني اوصفها لهم، فلذلك ما في كون اقول لهم، فال لكم ان شاء الله لازم تتزوجون، عقبالكم ان شاء الله. بيض الله وجيهكم، والله ان شاء الله يتمم على خير ويجعلها مبارك. الله يحييكم ويبارك فيكم، والله يهنيكم يا قناه الريان على حضوركم، ودائما تتطلعون الى الشيء الجميل والافضل. هني مع عريس، الله يبارك لكم فيما قدموا ان شاء الله، رزقكم ان شاء الله في الذريه الصالحه، الله يهنيكم ويعطيكم ان شاء الله العافيه. اول شيء ابي اشكركم انتم قناه الريان دائما على تغطياتكم المميزه. شيء ثاني بهني الربع اخواني راشد وجابر على الزواج، اتمنى لهم ان شاء الله حياه سعيده، والله يبارك لهم ان شاء الله. واشكر الربع اللي جاوا كلهم والجماعه اللي جاوا، والله يهينهم على الزياره وعلى التهنئه. طبعاً عرسنا مميز ومختلف، الليلة عرس زميلنا في قناة الريان الأخ ناصر بن جابر آل حنيتم، نقول له في البداية جعله مبارك. الله يبارك فيك طال عمرك، والله يهنيكم على الحضور، شرفتونا والله في العرس، يا مرحبا ومسهلا فيك. وشيء يفرح الناس أن متابعونا أفراحهم على التلفزيون، شيء طيب. يرحم والديك، يطول عمرك، الله يرحم والديك، الله يهنيكم، جزاكم الله خير، الله يكرمكم ان شاء الله. وياك نفداك. تواجد قناه الريان في افراحكم ومناسباتكم، ماذا يعني لكم هذا الشيء؟ شيء طيب، ويشرفنا حضورك عندنا، يشرفنا الشيء ذا. نعم، مبروك على ناصر، جزاك الله خير. نتمنى لناصر ان شاء الله الزواج الميمون، ونتمنى ان شاء الله ان يعني يولف بين قلوبهم ان شاء الله، و يعني ينعم عليهم بالسكينه ويرزقهم البريه الصالحه. يعني انا في هالمناسبه احب اهني ناصر، واحب اهني اخوي جابر بن محمد والد ناصر، واتمنى لهم ان شاء الله جميعا التوفيق والنجاح في الحياه. الله يبارك في عمركم ويسعدك بالنور. الله يوفق الجميع ان شاء الله، يوفقكم ويوفق العرس. وحبيت اشكر قناه الريان على مجهودها في بذل تنوع البرامج وتقديم برامج مثل هذه. يا سيف العذاب عنا.
هني ابو جابر الله يبارك له ويعرفه قضى الله يجيكم يا قناة الريان. مشاهدينا الكرام متواجدين في عرس آخر للأخ محمد بن حمد المنصوري، وفي البداية نبارك لكم بالنيابة عن قناة الريان ونقول جعلها مبارك والله يتمم على خير. الله يسمع منكم ديك، الله يسمع منكم، بارك حياتك إن شاء الله. يبارك في عمرك إن شاء الله والله يسعدك، وعقبال إن شاء الله العزاب نتمنى لهم إن شاء الله الحياة الكريمة والاستقرار، والله يوفق كل عزابي يسعى في الزواج إن شاء الله. أهني أخوي حمد محمد القضام على زواجه الميمون، وأقول الله يرزق الذرية الصالحة والله يسعده في دنياه إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله الفال لك إن شاء الله. أنا خلاص. مرحبا ومسهلا فيكم، وثاني شيء أهنيه والله يبارك له إن شاء الله ويسعده ويرزق الذرية الصالحة. أبارك المعرس والله يوفقه إن شاء الله في حياته، وأشكر قناة الريان على التواجد، وكذلك القاعات يعني ممتازة، والله يوفقه إن شاء الله في حياته.